بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا اللقاء الجديد من قناة مصادر الحياة. وإن شاء الله النهاردة بنسأل سؤال سئل كثير من العلماء على مدار السنين، هذا السؤال وهو: أين عقلك؟ فين عقلك؟ هذا السؤال الحقيقة العقل ليس شيئا محسوسا، ولكن شيء يستدل عليه بنتائج أفعال الإنسان. بمعنى لما يسألك إنسان ويقول لك أو أي حد يقول لك فين عقلك، له عقلي يظهر عندما تواجهني مشكلة وأحلها بطريقة ما. هذه الطريقة أو حل هذه المشكلة ربما يكون حل جيد أو جيد جدا أو ممتاز، وعلى قدر هذا التقدير يكون مقدار عقلي. ولكن الإنسان كمخلوق من مخلوقات الله عز وجل له عقل، وكثير من المخلوقات لها عقل أيضا. فإيه الفرق ما بين عقل الإنسان وعقل الحيوان؟ فكان في تعريفات تقول لك إن عقل الإنسان هو عقل يستطيع التقليد أو يستطيع التعليم، وبنجد إن كثير من الحيوانات في السيرك عندما بتتدرب على شيء ما بتقوم بهذا الشيء، فهي تتساوى من الناحية العقلية في هذه النقطة بالذات. الكلام أو الإنسان كما يقال حيوان ناطق، وهذا أيضا خطأ، لأن البغبغاء ونوع أنواع من البغبغاوات تستطيع النطق وتقليد الأصوات أيضا. إذن ما هو العقل؟ الحقيقة أن عقل الإنسان هو عقل يجمع هذه العقول، هذه الحيوانات أو المخلوقات، إلى جانب هذه الزيادة الذي تميز بها الإنسان، وهي التفكير والاختراع والتدبير. بمعنى العقل الوحيد الذي يستطيع أن يفكر ويخترع ويبدع هو عقل الإنسان. فعقل الإنسان هو عقل يستطيع التفكير والتدبير والاختراع والتكيف مع الطبيعة واختراع الأشياء أو الآلات التي تساعده على حل كثير من المشكلات التي تمر عليه. وده شفناه على مدار التاريخ أن معظم الاختراعات البشرية جاءت نتيجة الاحتياج لهذه الاختراع، كما يقولون الحاجة أم الاختراع. فالعقل البشري هو عقل يتميز بالاختراع، يتميز بالتفكير، بالإبداع. طيب ما هو العقل؟ هل العقل البشري ده عقل واحد أم هناك نوعين من العقل؟ الحقيقة أن العقل البشري أو العقل في كثير من المخلوقات التي خلق لها عقل هناك نوعان: العقل الفطري، وهو الشفرة المخلوقة من الحق سبحانه وتعالى في كثير من العقول البشرية والحيوانية. بمعنى أن هناك عقل شبه شفرة موضوعة في الخلق، وهو عقل فطري. بمعنى أن مثلا لو أخذنا مثلا حيوان مثلا زي الأرنب، تجد أن الأرنب الأنثى مثلا تنفصل عن الأم ثم تكبر، ثم الأرنبة تعشر فتحتاج الولادة. قبل الولادة بنجد أنها بتقوم بنتف شعر أو وبر البطن بتاعها،
وتمهد للأطفال الصغار اللي هم أبنائها مهد للولادة على هذا. هل هي رأت أمها؟ لم ترى أمها تفعل ذلك. من علمها؟ هو الحق سبحانه وتعالى بهذا العقل الفطري. الشيء الأداء العقل الفطري هو أن عقل يوجد في الخلق وهي شفرة وضعها الحق سبحانه وتعالى أو الخالق في المخلوقات جميعا. زاد على الإنسان العقل المدبر أو العقل الواعي، العقل الواعي الذي يفكر ويستطيع ويخترع ويدبر أمور حياته بما يتفق في صالح. أما العقل اللاواعي، وده لفظ يعني نسمعه في كثير من محاضرات التنمية البشرية، ده عقل هو ذاكرة لما حوادث الإنسان، وهذه الذاكرة عندما تمر عليك حادثة من هذه الذاكرة بتطلب عقلك اللاواعي بسرعة بيجيب لك كل الأحداث التي مرت على حياتك تتفق مع هذه الواقعة، وده اسمه اللي هو بيستدعي العقل الواعي، بيحط الأحداث في فايل أو ملف. عندما تستدعي أنت أو بيمر عليك موقف مشابه لما حدث بيجيب لك كل المواقف المشابهة اللي حدثت في حياتك، بيحطها قدامك كده بيتذكرها. ولذلك يجب على الإنسان ألا ينساق إلى العقل اللاواعي، ودائما يتخذ من العقل الواعي رئيسا وزعيما لتدبير أمور حياته. من هنا وعلى هذا الأساس أنت تستطيع أن تفكر قليلا ومع نفسك، أنا إيه اللي بيحكمني في حياتي؟ هل هو العقل الفطري فقط؟ هل هو العقل الواعي؟ هل هو العقل اللاواعي؟ ومن هنا تستطيع أن تعرف أين أنت من عقلك وأين عقلك منك. في نهاية هذه المحاضرة البسيطة أتمنى أن تنال إعجابكم، وأتمنى الاشتراك في القناة ودعم القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.